يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء ومائل الحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 20-14، الإسكندرية 21-13، مطروح 20-12، بورسعيد 21-13، الإسماعيلية 21-12، إلى السويس 22-13، العريش 22-12، طابة 22-13، شرم الشيخ 25-16، والغردقة 25-16، إلى الأقصر 23-14، أسوان 24-15، الوادي الجديد 26-12، شلاتين 26-21، وحلايب 25-20. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.